والمتابعين هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تابعنا الشوط الاول علاج نقدم التهنئه والناموس لمالك علاج مالك علاج السيد صغير بالعبد بن دوانيل اللعيبي سجلت 4:24 تهانينا والناموس نرحب بالشوط الثاني والجعدان ونرحب بهذه الاسماء القويه والعملاقه والمشاركه مع شوط جديد من اشواط هذا الصباح المميز والجميل شوط ينتهي وشوط ينطلق نسير بهذه اللحظات مع شوط الجعدان ما شاء الله نتقدم بهذه اللحظات نتقدم مع المركز الاول هذا كم رقم 16 هذه الان يتصدر الان اللي هو وبران السيل بن علي بن عبد الله النيادي بينما انتقل مع المركز الثاني متواجد شاهين علي بن سعيد بن علي الاكتبي المركز الثالث دخول من قبل الشامخ سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي والمركز الرابع هناك نقد عوض بن سعيد بن هدوب الوعيبي المركز الخامس شاهين لسيد حمد بن عوض بن زيتون المهيري غير هناك السريع حمد بن عوض بن زيتون المهيري المركز السادس تدخل الان اللي هو الطايش طالب بالسلطان بن محمد الشامسي المركز السابع وصول مع المركز السابع في هذه اللحظات الشامخ احمد بن طايش بن سعيد الاكتبي مع المركز السابع المركز الثامن عندك يا عبد العزيز بن جمعة الاحبابي قادم اللي هو مزيون عبد العزيز بن جمعة الاحبابي المركز التاسع تدخل الان اللي هو الفارس بدر بن سالم بن علي المركز العاشر رقم 7 خلاص روح هناك مع مقدمة الشوطة هذا مسلي على سيد عايد بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة بهذا الشوط أتقدم وأسير مع مقدمة هذا الشوط يا سلام حلوة المنافسة اللي مسيطر وبرون السيل بن علي بن عبد الله النيادي من ينادي الفوز الكيلو المتر الاخير لوحة الاعلام وصل بن عيسى الشامخ سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي وصل هنا الغدوب يا سلام اللي هو طايش طالب بالسلطان بن محمد الشامسي المركز الرابع عند عبد العزيز بن جمعة الحبابي المركز الخامس وصول يا سلام الفارس بدر بن سالم بن علي الوهيبي جولة السماع وجولة الأوامر يا شباب روح اللي بتروح حلوة المنافسة مع الجعدان مع الشوط الأول الشوط الرئيسي من الجعدان يبدو أن سيقادر إلى الفارس يا سلام الشامخ الفارس سلالة الشامخ وسلالة الفارس وسيد الله سعيد بن علي بن عيسى الكبي والوهيبي بدر بن سالم الوهيبي ولكن عاد يا سلام عليك يا سعيد بن علي بن عيسى الكبي مع الشامخ والفارس يحاول سلالة الشامخ طارن القعدان اثنين ما شاء الله هذا الكلام والهلال ونقول جولة الأوامر واعتقد انه خلاص الشامخ الميدان الشامخ سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي تهانينا والف مبروك ما شاء الله المركز الثاني الفارس بدر بن سالم بن علي الوهيبي المركز الثالث للسيد حارب بن مغير العميمي والمركز الرابع اتدخل مع المركز الرابع بشوفه تنتكد من المركز الرابع تعرفنا على المركز الرابع الخامس
الرابع طايش طالب بالسلطاب محمد الشامسي، الخامس الخامس متابعين الكرام السريع حمد بن عوض بن زيتون المهيري. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا هذه العروض الممتازة قدمت من تحت أقدام الشامخ والفارس، ولكن الشامخ سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي سجل حضوره بهذا الصباح بأربع دقائق 25 ثانية. تهانينا وألف مبروك سعيد بن علي بن عيسى الاكتبي، سجل إنجاز.